هلا عم بعمل ورق عنب. هاي طنجرة الورق العنب بزيت حني تحت، حطيت عليهم بطاطا وبصل، بطاطا وبصل وبندورة، نطرتهم لحتى يغلوا. هذا الصحن فوقهم، وهيدي الأكلة كتير مميزة. السبب لانه الورق العنب هول قطفتهم من العريشة تبعيتي، من مطعم الموال، من عريشة الموال، وهيدي اول طبخة بنعملها من عريشة الموال، عملتها بزيت. واهلا وسهلا فيكم جميعا لتشوفوني عم بطبخ مبسوطة، وان شاء الله هالبسط تبعي بينتقل لكم، وبتروحوا بتقطفوا ورق عنب وبتتحمسوا بتعملوا اكله طيبه مثل هاي. هلا حطيتها وعم براقبها، بعد ربع ساعه بيجي بشوف شو صار فيها. عريشه عنب مطعم الموال، فوليا دي اوفا سينكار.